صباح الخير. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على توبيك سهل بس مهم جدا جدا جدا، اسمه بيولوجيك مولكيولز. بس قبل ما نتكلم على التوبيك ده لازم نبقى عارفين كويس جدا وفاهمين إن أي تشابتر في الحياة ممكن يتلخص في ماكسيمم 3-4 كلمات. لما تيجي تلخص التشابتر ل 3-4 كلمات بتلاقي الدنيا سهلة جدا وبسيطة جدا، وتلاقي نفسك بتريكاب المعلومة أسرع بكتير عن اللي أنت كنت فاكره، وده اللي احنا إن شاء الله ناويين نعمله مع بعض. المهم يلا نبدأ. ايه هما البيولوجيك موليكيولز؟ لو جه حد سألك تعرف ايه يعني البيولوجيك موليكيولز، بتقول ان هما الموليكيولز اللي بتخش جوه جسمك. اي موليكيول بتخش جوه جسمك اسمها بيولوجيك موليكيولز. زي ايه؟ زي كربوهيدراتس، فاتس، بروتينز، ووتر، فيتامينز ومينرالز. فلو جه سألك تعرف ايه يعني البيولوجيك موليكيولز، بتقول ان هي اي موليكيول بتخش جوه جسمك زي كربوهيدراتس، فاتس، بروتينز، ووتر، فيتامينز ومينرالز. بس حظنا حلو جدا الحمد لله ان الفيتامينز والمينرالز مش علينا، فكل اللي علينا دلوقتي اللي هو الكربوهيدراتس والفاتس والبروتينز والووتر. هنتكلم على بريف سامري عن كل واحد فيهم، وكده نكون خلصنا الشابتر ده تماما. نبدا بالكربوهيدراتس. لما نيجي نتكلم على الكربوهيدراتس لازم تفتكر رقم السر دايما 3. اي حاجه في الكربوهيدراتس هنيجي نتكلم عليها لازم على طول تفتكر رقم السر 3. تمام تمام جدا. الكربوهيدراتس متقسمين لثلاثة جروبس، حاجة اسمها مونوساكرايد، حاجة اسمها دايساكرايد، وحاجة اسمها بوليساكرايد. فلو سألك تعرف ايه عن الكربوهيدراتس لحد دلوقتي، بتقول ان هم متقسمين لثلاثة جروبس، مونوساكرايد، دايساكرايد، وبوليساكرايد. تمام جدا. كلمة ساكرايد معناها يونت، فكلمة مونوساكرايد معناها one unit. نبدأ نتكلم على المونوساكرايد. وزي ما اتفقنا ان كل حاجة في الكربوهيدراتس كلمة السر 3، فالمونوساكرايد لما نتكلم عليها هي كمان متقسمة لثلاث حاجات. لازم نعرف قبل ما نعرف التقسيمة بتاعت المونوساكرايد نبقى عارفين الكيميكال فورمولا بتاعتها. الكيميكال فورمولا بتاعت المونوساكرايد هي عبارة عن CH2O power N. CH2O power N. حلو. لو الN دي 3 تبقى ايه؟ C3H6O3، وبيكون اسمها تريوز. تري يعني 3 كربون، اوز يعني شوجر. تمام؟ ده اول نوع من انواع المونوساكرايد اسمه تريوز. لو الN دي بخمسة يبقى عندي C5H10O5 اسمها بنتوز. بنت معناها خمسة، اوز معناها شوجر. لو الN دي بستة يبقى عندي C6H12O6 وده اسمه هكسوز. هكس جاي من كلمة 6 وأوز جاي من شوجر. تمام تمام جدا. تاني، فالمونوساكرايد متقسم لتلاتة، وزي ما اتفقنا في الأول ان كل حاجة ليها علاقة بالكربوهيدرات كلمة السر تلاتة، فالمونوساكرايد متقسمة لتلاتة، تريوز وبنتوز وهكسوز. هنبقى عارفين بس كلمة عن كل واحدة فيهم ونكون خلصنا كده المونوساكرايد تماما. اول حاجه هنتكلم عليها هي التريوز. وزي ما اتفقنا مع بعض ان التريوز عباره عن C3H6O3. ايه فايده التريوز ده؟ قبل ما نتكلم على فايده التريوز تعالوا نرجع بالزمن شويه، نفتكر مع بعض شويه ديفينيشنز صغيره. نفتكر مع بعض اول ديفينيشن اسمه الريسبيريشن. فاكرين الديفينيشن بتاع الريسبيريشن كان ايه؟ كان بريك داون اوف جلوكوز تو ريليس انرجي، صح؟ ده كان الديفينيشن بتاع الريسبيريشن، breakdown of glucose to release energy. ولو انتوا فاكرين الجلوكوز كانت الكيميكال فورمولا بتاعته ايه؟ C6H12O6. تمام؟ فانا في الريسبيريشن انا بكسر الجلوكوز، بكسر C6H12O6. بتتكسر لايه؟ لC3H6O3. فالجلوكوز بتتكسر للتريوز. حلو؟ حلو. طيب فاكرين بقى الديفينيشن التاني بتاع الفوتوسينثيسيس؟ كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك formation of glucose from inorganic substances. يعني انا بعمل جلوكوز، انت في respiration انت بتكسر الجلوكوز، وفي الفوتوسينثيسيس انت بتعمل جلوكوز. حلو حلو خالص. في respiration لما انا بكسر الجلوكوز بكسره لايه؟ لتريوز. طيب انا في الفوتوسينثيسيس لما حاجي اعمل جلوكوز هعمله من ايه؟ من تريوز. فممكن اقول بشكل بسيط ان انا التريوز ده اللي طلع لي من الريسبيريشن ممكن اخده واعمل بيه جلوكوز في الفوتوسينثيسيس. فبالتالي
ممكن اقول على التريوز ان هي انترميديري مولكيول ما بين الريسبيريشن والفوت سينثيسيس. وده اللي انا عايزك تعرفه. انا كل اللي قلته لك ده عشان تبقى عارف لو جه سالك ايه فانكشن التريوز بتقول له ان هي انترميديري مولكيول بتوين ريسبيريشن اند فوت سينثيسيس، بس كده ما فيهاش اي حاجه تانية. خلصنا من التريوز وعرفنا ان هو سهل جدا، لو جاي سألك عليه تعرف يعني التريوز هتقول له ان هو C3H6O3 وفايدته ان هو intermediary molecule between respiration and photosynthesis فقط لا غير. طيب تيجي دلوقتي نخش على البنتوز. البنتوز زي ما اتفقنا هو كان C5H10O5. طيب ده اول نوع. عندي نوع تاني من البنتوز، لو شلت من ال C5H10O5 شلت منه مية، شلت منه H2O، فهيبقى عندي نوعين. اول نوع اللي هو النوع التقليدي اللي هو C5H10O5، والنوع التاني الغير تقليدي اللي هو C5H8O4. اول نوع اللي هو النوع التقليدي اللي هو C5H10O5 ده بسميه ريبوز شوجر، تمام. النوع التاني اللي هو C5H8O4 بسميه دي اوكسي ريبوز. حلو، ايه فايدتهم؟ الريبوز بيعمل RNA و ATP، لكن الديوكسيريبوز بيعمل DNA، تمام. فلو جي سألنا تعرف يعني البنتوز بتقول ان البنتوز في منه نوعين، الريبوز شوجر والديوكسيريبوز شوجر. الريبوز شوجر بيعمل RNA و ATP، الديوكسيريبوز بيعمل DNA، بس كده. كده نكون خلصنا التريوز ونكون خلصنا البنتوز. نخش على اخر حاجة في المونوساكرايد اللي هي الهكسوز. الهكسوز عندي 3 examples زي ما اتفقنا، كلمة السر 3. عندي من الهكسوز 3 examples، جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز، تمام. دول ايه فايدتهم في الحياة؟ فايدتهم في الحياة ان هم بستخدمهم في الريسبيريشن والATP synthesis. لما باجي اعمل ريسبيريشن انا بستخدم الهكسوز، بكسر الهكسوز عشان اعمل ريسبيريشن واطلع ATP، تمام. حلو، دي اول فانكشن. تاني فانكشن، هما دول اللي انا بستخدمهم عشان اعمل بقى الدايساكرايد والبوليساكرايد. فاكرين في الاول احنا اتفقنا مع بعض ان كلمه مونوساكرايد معناها 1 يونت، دايساكرايد 2 يونتس، بوليساكرايد 3 اور مور يونتس. انا مثلا في الدايساكرايد هستخدم 2 يونتس من المونوساكرايد. انهي بقى نوع من المونوساكرايد؟ الهكسوز. فالهكسوز لو جه سالني تعرف ايه عن الهكسوز بتقول له ان الهكسوز هي ال C6H12O6. في عندي منها 3 examples زي الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز، وفايدتهم ان هو انا بستخدمهم في الريسبيريشن والATP synthesis و used in the formation of di and polysaccharide. هم دول اللي انا بعمل منهم الدايساكرايد والبوليساكرايد، وبس كده. قبل ما نخش بقى على الدايساكرايد تعالوا نعمل سمري كده لكل اللي احنا قلناه سو فار. احنا اتفقنا مع بعض ان الكربوهيدرات كلمة السر فيها 3، وعندنا من الكربوهيدرات 3 حاجات، مونوساكرايد، دايساكرايد، بوليساكرايد، واتفقنا ان كلمة ساكرايد معناها يونت. نيجي نتكلم على المونوساكرايد. المونوساكرايد احنا اتفقنا ان كلمة السر 3، ففي 3 حاجات في المونوساكرايد، حاجة اسمها تريوز، حاجة اسمها بنتوز، حاجة اسمها هكسوز. التريوز اللي هو C3H6O3 فايدته ان هو intermediary molecule او intermediate between respiration and photosynthesis، وفهمنا ازاي. بعد كده اتكلمنا على البنتوز وقلنا ان البنتوز عندي منه نوعين، نوع تقليدي اللي هو C5H10O5 ده اسمه ribose sugar، ونوع تاني غير تقليدي شلت من النوع التقليدي مية فبقى C5H8O4 وده اسمه deoxyribose. واتفقنا ان الفايدة بتاعتهم ان الريبوز بيعمل RNA و ATP والدي اوكسيريبوز بيعمل DNA. واخر حاجة خالص كانت الهكسوز، وقلنا ان الهكسوز عندي فيها 3 examples، الجلوكوز والجالاكتوز والفراكتوز اللي هو C6H12O6، وفايدته ان هو بيبقى used in respiration and ATP synthesis، هو ده اللي انا بستخدمه عشان اكسره في respiration. وتاني حاجة ان هو بيبقى used in the formation of di and polysaccharide، بس كده.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب شانل، ولو على فيسبوك اعمل لايك ومنشن كل اصحابك، وان شاء الله بكره هنبدا مع بعض الاو ليفل. يا رب اكون في التوكو، وان شاء الله اشوفكم على خير.